العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 محفوف بالمخاطر. إليكم بعض الحقائق. 182 ألف عامل فلسطيني يعملون في السوق الإسرائيلي. 55 ألفاً يعملون في قطاع البناء والتعمير. 15 ألفاً يعملون في القطاع الزراعي. 31 ألفاً ونصف يعملون في المستوطنات. 91 ألفاً يعملون دون تصاريح دخول للأراضي المحتلة أو يحملون تصاريح بحث عن عمل أو تصاريح تجارية أو لغاية زيارات المشافي والمحاكم. 1. أما الانتهاكات بحق العمال فكثيرة. أولاً، وجود عشرات الحواجز الدائمة والمؤقتة التي تمنع العامل من حقه الطبيعي في الوصول إلى عمله، ما يجبره على الخروج قبل بدء العمل بساعات طويلة. ثانياً، يمارس الاحتلال شتى أشكال الإذلال بحق كرامة العمال على الحواجز، حيث يصطفون بطوابير طويلة وسط ازدحام شديد دون وجود أي مرافق صحية. ثالثاً، عدم وجود وسائط نقل مباشرة للعمال، ما يكبدهم خسائر كبيرة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مكان العمل. رحلة عذاب العامل قد تنتهي في بعض الأحيان بأن يفقد روحه، ف61 عاملاً هم شهداء لقمة العيش خلال العام 2022، منهم 6 استشهدوا برصاص الاحتلال بشكل مباشر وهم يحاولون الوصول إلى عملهم.